بعد الإكزامبلز FA equals 3i plus 4j. Find the magnitude and the direction of A. واللي احسب قيمة واتجاه المتجه A. بستخدم قانون الماجنيتيود، قيمة الـ A هيساوي، بستخدم قانون الجذر، الجذر التربيعي الـ AX تربيعي زائد الـ AY تربيعي. لاحظ طبعا شرط الكسر بيكون للآخر على كل المقدار. يبقى الجذر التربيعي 3 تربيعي زائد 4 تربيعي، جذر الـ 25، حسبت قيمة الـ A 5. طيب عايز الاتجاه، الاتجاه اللي هو زاوية المتجه، لأن المتجه بتاعي فيه مستوى، مستوى اللي هو الـ X والـ Y. بستخدم قانون تان ثيتا بتساوي الـ AY على الـ AX. حسبت قيمة تان ثيتا 1.33. بعد كده بجيب قيمة الزاوية ازاي، بعمل شيفت تان الأنصر اللي عندي بالآلة الحاسبة، واحسب لي بقى انت قيمة الزاوية ثيتا، شوفها تطلع كام درجة. مثال آخر: If in the following figure find A and B in the form A بيساوي AXI زائد AYG. هنا عكس، أعطيني كلمة المتجه والزاوية وبقول لي ضع المتجه في صورة الكومبوننتس أو المركبات. يبقى مطلوب مني إن أنا أحسب قيمة الـ AX والـ BX. مطلوب مني إن أنا أحسب قيمة الـ AX والـ B والـ AY والـ BX والـ AY. هنبدأ بالمنتجه الأول، قيمة الـ A بتساوي 5. طيب زاوية المتجه كام؟ ده مهم إن أنا أعرف أحدد زاوية المتجه من على الرسم. أدا الـ X وده محور الواي. بقى ايه زاوية المتجه من الاكس الموجب عكس عقارب الساعة للمتجه؟ طبعا زاوية المتجه ثيتا اللي هو المتجه A هتساوي 0. يبقى الـ AX هتساوي A كوساين ثيتا، يبقى 5 كوساين 0 يطلع الناتج 5، و A ساين ثيتا اللي هي الـ AY 5 ساين 0 يطلع الناتج 0. يبقى المتجه A يساوي AXI يبقى 5I زائد AYJ، الـ AY بصفر، يبقى خلاص ما في مركبة في الاتجاه. وكده وضعت المتجه A أو حسبت مركبات المتجه A. بالنسبة للمتجه B الزاوية بتاعته 37 وقيمة المتجه 12. بنفس الطريقة بحسب الـ BX والـ BY. الـ BX اللي هي B كوساين ثيتا أو 12 كوساين 37، أدي القيمة. والـ BY B sin ثيتا أو 12 sin 37، وأحسب الـ BY. بعد كده بضع المتجه B على صورة BXI زائد BYG. هنكمل حل التمارين. Exercise 4: If A equal I plus 2G و B equal minus 2I minus G find. أعطني قيمة المتجهات وبقول لي احسب الـ A plus B، الـ A minus B، 2A 2A زائد B. أربع مطالب عندي. أول مطلوب عاوزني أجمع الـ A زائد الـ B. الـ A plus B هيساوي، بجمع مركبات الـ X المتشابهة، يبقى I زائد، وكتب المتجهين الأول، I زائد 2G plus 2I minus G. بجمع مركبات الـ I مع بعض اللي هي الـ AX زائد الـ BX. I plus سالب 2I يديني سالب I. 2J بلس سالب J يبقى الناتج موجب J. وكده جمعت المتجهين. خلي بالي موضوع الإشارات لأنها بتلخبطكوا ساعات. طيب المتجه A ناقص المتجه B، كتبت مركبات المتجه الأول، ماينس بين قوسين ضروري جدا بالذات في الطرح. الـ I سالب 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 2 يعني موجب 2، يبقى I موجب 2 يبقى الناتج موجب 3I. 2J سالب سالب J يبقى 2J موجب J يطلع الناتج موجب 3J. أوجد 2A. يعني 2A يعني اضرب لي المتجه A في scalar value أو قيمة قياسية اللي هي الاثنين. ضربت المتجه A عادي، ممكن أضرب ممكن أقسم، 2 ضرب I يبقى 2I، 2 ضرب 2J الناتج 4J. أوجد 2A زائد B، بعد ما ضرب يطلع لي متجه جديد اللي هو الـ 2A، أجمعه على الـ B. 2I بلس سالب 2I يبقى الناتج 0، 4I بلس سالب G الناتج 3G. تالي موضوع الجمع والطرح موضوع سهل باستخدام المركبات، لكن فقط نخلي بالنا من الإشارات في حالة الطرح. هننتقل لمثال آخر. The vectors A and B are given by، مديني قيمة المتجه A
اتنين اي بلس تلاتة جي، البي بي يساوي سالب اي بلس اتنين جي. Determined أول مطلوب the scalar product A dot B. خلاص بقى عرفنا الضرب القياسي، بكتب المتجه الأول dot المتجه الثاني. هنا عملها لي بالتفصيل 2 I dot I ضرب الحد الأول في الحد الأول، 2 I dot 2 G الحد الثاني في الحد الأول في الحد الثاني، بعد كده 3 G الحد الثاني من المتجه الأول dot I dot سالب I والحد الثاني في الحد الثاني المتجه B. هنا لما اضرب 2 I dot I ال I dot I بواحد يتبقى سالب 2 في واحد، 2 I dot 2 J ال J dot J بصفر هيكون كل القيمة صفر، 3 J dot I هيطلع الناتج 0 لأن ال J dot I بصفر، 3 J dot 2 J ال J dot J بواحد يتبقى الناتج 6، يبقى سالب 2 زائد 6 موجب 4. طبعا احنا شرحنا خصائص الضرب القياسي لليونت فيكتورز مش هنكررها تاني. طيب find the angle theta between A and B، المطلوب التاني ازاي احسب الزاوية بين الـ A والـ B. لما جينا نتكلم على الضرب القياسي قلنا ان الـ A dot B بيساوي قيمة الـ A في قيمة المتجه B في كوساين الزاوية سيتا بين المتجهين. اذا كوساين الزاوية سيتا هتساوي ايه؟ اقسم حاصل الضرب القياسي للـ A dot B على حاصل ضرب قيمة الـ A في الـ B. طيب انا حسبت حاصل الضرب القياسي، يبقى مفروض ان انا احسب قيمة المتجه A وقيمة المتجه B. استخدمت قانون الماجنيتيود، حسبت قيمة المتجه A جذر 13، الماجنيتيود للمتجه B B X تربيع زائد B Y تربيع، وحسبت الـ B. عوض في القانون، حاصل الضرب القياسي 4 على حاصل ضرب قيمة الـ A في قيمة الـ B. حسبت كوساين الزاوية سيتا، بالآلة الحاسبة أعمل شيفت كوساين الأنصر تطلع لي الزاوية سيتا 60.2. كويك كويز اللي هو مين سمي الفزورة. إف الماجنيتيود للـ A كروس B بيساوي الـ A دوت B، يعني لو حاصل أو قيمة المتجه الناتج من حاصل الضرب القياسي بيساوي حاصل الضرب. كويك كويز إف الماجنيتيود للـ A كروس B بيساوي الـ A دوت B. Then the angle between A and B is، بيسألني على الزاوية بين الـ A والـ B. هل 0 درجة 180 90 45؟ طبعا أي كويز له طريقة للحل، ما في اختيار كده عشوائي. كيفية حساب الزاوية بين المتجهين من الكويز، عوض بقيمة حاصل الضرب المتجه الـ A B sin theta بتساوي الضرب القياسي الـ A B كوساين سيتا. اختصر الـ A مع الـ A والـ B مع الـ B، ساين سيتا بتساوي كوساين سيتا. انا ما اعرفش ايه الزاويه اللي الساين بتاعها بيساوي الكوساين، اقسم الطرفين على كوساين سيتا يطلع الناتج هنا ايه؟ واحد. وانا عارف ان الساين على الكوساين يديني تان، يبقى تان سيتا هتساوي واحد. بالآلة الحاسبة تروح تجيب الزاويه اللي ظلها واحد هتطلع لي 45 درجه. كويك كويز تاني، which of the following quantities is a scalar quantity، اي من الكميات الاتيه كميه قياسيه؟ التايم، الديسبليسمنت، الفورس، الالكتريك فيلد. طبعا احنا حددنا بعض الكميات في اول شابتر ونعرف ان التايم او الزمن كميه ايه؟ كميه قياسيه. اخر مثال عندنا في شابتر 2، two vectors are given by a equal to i plus 2j plus k and b equal minus i plus 2j minus 2k. Determine الاسئله. اول سؤال احسب ال a dot b، اضرب المتجهين ضرب قياسي، احسب الـ A كروس B اضرب المتجهين ضرب متجه، احسب الزاوية ثيتا بين الـ A والـ B. الضرب القياسي خلاص بقينا فاميليار بي، بضرب الـ AX dot الـ BX، 2 I dot سالب I، بحافظ على الإشارات، 2 J dot 2 G، K dot سالب 2 K. طبعا الاثنين سالب واحد يطلع الناتج سالب 2، الـ I dot I ما ننساش بواحد. حذاري تكتب I أو J أو K في ناتج الضرب القياسي. 2 ضد 2 J، 2 في 2 بـ4، الجي ضد J بواحد، K ضد K بواحد، موجب واحد في سالب 2 سالب 2، أجمع القيم يطلع الناتج 0. نتنقل للضرب القياسي الـ A كروس B، بكون المصفوفة زي ما اتفقنا، الـ I سالب J
الكي معاملات المتجه الأول 2 2 1 سالب 1 2 سالب 2. أسهل لي أفتح قوس موجب لي الآي قوس بالسالب للجي وقوس بالموجب للكي. عشان أحسب معامل الآي أحذف الصف والعمود اللي فيه الآي، يتبقى عندي أضرب 2 في سالب 2 سالب 4 ناقص 1 في 2 بسالب 2 الآي. أجيب معامل الجي إزاي؟ أشيل الصف والعمود اللي فيه الجي، يبقى 2 في 2 سالب 2 سالب 4 سالب 1 في سالب 1 بسالب 1 سالب في السالب اللي موجودة في القوس، يبقى الناتج موجب 1. أشيل الصف والعمود اللي فيه الكي، أضرب 2 في 2 4 سالب 2 في سالب 1 سالب 2 سالب في السالب اللي موجودة في القوس، يبقى الناتج 2. أجمع بعد كده القيم، سالب 4 وسالب 2 سالب 6 آي، سالب 4 وموجب 1 3، سالب 3 في السالب اللي بره القوس موجب 3 جي، 4 زائد 2 6. حساب الزاوية هنكررها تاني، احنا خدناها في مثال سابق لكن زيادة الخير خيرين. الـ A ضد B بيساوي الـ A في الـ B كوساين سيتا. أحسب الزاوية سيتا إزاي؟ كوساين سيتا يساوي الـ A ضد B على قيمة الـ A في قيمة الـ B. أنا لسه ضارب الضرب القياسي ومطلع قيمته صفر. حسبت قيمة الـ A، الناتج 3، بستخدم قانون الماجنيتيود AX تربيع زائد AY تربيع زائد AZ تربيع، بعد كده أحسب الجذر. الـ B الجذر التربيعي BX تربيع زائد BY تربيع زائد BZ تربيع، وطلع القيمة. يبقى 0 على 3 في 3 يطلع الناتج صفر. بالآلة الحاسبة بعمل شيفت وبعدين كوساين وبعد كده الناتج بتاعي صفر، تطلع قيمة سيتا 90 درجة.